ده ميلامين الشريف. لما بقول لحضرتك طعم الميلامين النهارده ده بجنيه ونص وما بتكسرش، بجنيه ونص وما بتكسرش يا حبيبي. الطبيعة انا بقول لك اهو، طقم النهارده هتاخديه بجنيه ونص، طقم ميلامين الشريف كامل 38 قطعه هتاخديه مع العرض النهارده. لك حبايب قلب سيجي عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. ناس كتير قوي قوي سالتني عن ابو النمرس وقالوا لي يا جيجي في هناك بتبقى عروض حلوه قوي 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 وكمان في اسعار حلوه قوي، عايزينك تروحي هناك وتصوري لنا. ما لقيتش افضل من سنتر القبطان. تمام، هنعرف هو فين في ابو النمرس دلوقتي وهحط لكم ارقام التليفونات وكمان اللينك بتاعهم. عايزه اقول لكم ان هو النهارده محضر عرض مكسر الدنيا، هيعجبكم جدا جدا، هتنبهروا عليه. تعالوا بقى كده بسرعة معايا ونشوف العرض الجبار. بس قبل ما نشوف العرض عايزين كده ناخد لمحة في المعرض، يلا بينا. اولا ادي الارقام التليفونات اهي، تمام، وادي العنوان اهو زي ما انتم شايفين بالشكل ده. تعالوا بقى ناخد لمحة كده في المعرض يا جماعة. زي ما انتم شايفين كده مول القبطان، تمام، اهو بالشكل ده. فين بقى العنوان؟ زي ما قلت لكم كده، شارع احمد بدوي فابو النمرس، تمام، وارقام التليفونات موجوده على الشاشه زي ما احنا شايفين. تعالوا كده بقى ناخد جوله كده في المعرض. تعالوا بقى كده نبتدي مع بعض على العرض بتاعنا النهارده. ازيك يا استاذ محمود؟ يا اهلا وسهلا، عامل ايه؟ اخبارك ايه؟ عايزه اقول لك ان انا كنت مبهوره النهارده. ليه بس كده؟ والله العظيم انبهرت. اولا المعرض حلو جدا جدا جدا، والاسعار مميزه، وفي حاجات كمان ما شفتهاش بره خالص. فبصراحة أنا مبسوطة إن أنا جيت أبو النمرس النهاردة، وأكتر حاجة بقى بسطاني إن أنا جيت مول القبطان النهاردة. ربنا يخليك بجد والله، ربنا يخليك يا رب. ده يعني أقل حاجة بنقدمها النهاردة لعملائنا الكرام. ربنا يخليك يا رب. أهلا عملائنا الكرام، أهلا وسهلا بيكم في كل مكان، أينما كنتم وأينما حللتم وأينما نزلتم في مول القبطان. بنرحب بيكم وبنقول لكم كل سنة وأنتم طيبين عملائنا الكرام. إحنا في مول القبطان النهاردة بنقدم لكم عرض خيالي، عرض تحفة، عرض ما حصلش. بنقول لكل ابو عروسه، ابو عروسه معمول القبطان النهارده ما تشيلش هم، شيل ايدك النهارده من على خدك، معمول القبطان ما تشيلش هم وما تكونش في السرحان وفي التوهان. مول القبطان النهارده بيقدم لك عرض النهارده من 14 منتج. عرضنا النهارده من ايه؟ 14 منتج، وده حصري لمتابعين جيجي. حصري طبعا يا فندم، ده ليكي انت بس مش لاي حد تاني. ربنا يخليك يا رب. العرض النهارده بيضم 14 منتج، وده عرض خيالي معانا النهارده في كل في كل محافظات مصر. مول القبطان هتلاقيه معاك، يعني عرض عروسك كامل. خلينا نقول عرض كامل، هتلاقي فيه نيش وهتلاقي فيه مطبخ. تمام، هتلاقي فيه نيش وهتلاقي فيه مطبخ. يعني احنا عندنا فيه الاطقم الاساسيات، وهشرح لك دلوقتي كل طقم فيه ايه. تمام، كل طقم استخدامه ايه. تعالي معانا كده النهارده في العرض اللي بيضم لنا النهارده 14 منتج. تمام، تعالي النهارده ناخد اول حاجه في النيش. طبعا ودي شيء اساسي، الصيني اكيد طبعا، ده شيء اساسي طبعا ولا ايه؟ طبعا. تمام، أكيد. احنا النهارده واقل طقم صيني دلوقتي بقى بكام بعد الغلا اللي احنا فيه ده؟ لا ده متوسط، ده اقل حاجه. ما انا بقول اقل حاجه. تمام، احنا النهارده بنقدم لك طقم صيني نقشه مختلفه. النهارده فيه حوالي 10 نقشات منه، يعني مش دي بس اللي في العرض. طبعا، لا والعرض بتاعنا كمان ان العروسه لو حابه تغير النقشه، عروسه عروستنا لو حابه تغير النقشه ايه، متاح ان هي تغير النقشه، ان هي ممكن تاخد كده سكرين وتبعت لحضرتك على الواتس تقول لها النقشات اللي موجوده. عايزه ده، بس عايزه نقشه غير ده. وريني النقشات اللي عندك. بنصور لها وبنبعت لها نقشات ثانيه كتير، هي بتختار. معانا النقشه اللي معانا في العرض. معانا طقم السني ده مكون من كام قطعه؟ النهارده معانا طقم السني النهارده ده مش بقول لك 60 بقى ولا 62، احنا النهارده الطقم ده 78 قطعه. 78 قطعه مش كده يا وزير جمال فتحي محمود؟ كل الناس بتسال على فتحي محمود. فتحي محمود، وكل الناس عارفه صيني فتحي محمود. طبعا النهارده معانا كمان الصيني ده بيتكون من ايه؟ ست اطباق غرف، ست اطباق مبلطح للرز للجاتو. تمام، معانا ست فناجين شاي بست اطباق، معانا ست فناجين قهوه برده بست اطباق، معانا السكريه، معانا اللبانه، معانا السلطانيه، ده معانا البوله الكبيره. طبعا الطقم مش معروض كله. اكيد اكيد، يعني عشان ما حدش يقول ان هو ده الطقم. لا لا لا، لسه بقيته، بس احنا حطينا شويه بس. البولات، تمام، البوله الكبيره اهي، في البراد. ايوه، يعني انا فضلت اشرح لك على الطقم كده، هناخد لنا ساعه بقى ان شاء الله نشرح الطقم. لا احنا عايزين 78 قطعه. طبعا احنا استنوا معانا عشان السعر مفاجاه. السعر مفاجاه، عايزين نقول لهم احنا النهارده عندنا في السعر اساسا او في العرض، العرض فيه اكتر من عرض، يعني داخل العرض فيه اكتر من عرض. استنوا معايا وانا هقول لكم العروض اللي داخل العرض. تمام، وعايزين بقى نحط لايك وشير كتير للفيديو عشان نعرف ان هو النيش. النيش بقى، النيش ايه؟ الطقم الارك بايركس. تمام، الطقم الارك بايركس النهارده 60 قطعه.
60 قطعة. بصي الوانه الزاهية، الوان الدقيقة، الوان الجميلة. طبعا في الوان برضه اكتر من 15 يوم. 15 لون. تمام. اي لون يعجبك واي لون يريحك هيوصل لك بالثقة والامانة، لان مول في عندنا شحن محافظات. شحن مجانا. مجانا؟ شحن مجانا. لاي حتة؟ لاي مكان في مصر، عشان كده بقول لك مول القبطان هتلاقيه عامل قلبان في اي مكان. ده بجد؟ من اسكندرية لاسوان. من اسكندرية لايه؟ لاسوان. لا لا انا منبهرة. انا منبهرة. الشحن مجانا. الشحن مجانا معاك. يعني هندفع حق العرض وبس. حق العرض بس. حق العرض بس، والشحن هيجي لك كمان، ولو ما عجبتيش الشحن على حسابنا ما تدفعيش فلوس. ربنا يبارك لك يا رب. تمام. احنا معاكي في اي حته في مصر، من اسماعيليه للسويس لمدن القناه للسلوم لمطروح للفيوم للبحيره، اي محافظه في مصر احنا موجودين معاك النهارده في مول القبطان عامل قلبان. مول القبطان النهارده بيضرب نار. مول القبطان بيضرب ايه؟ نار. لا بيضرب اسعار بقى، مش بيضرب نار، بيضرب اسعار. نشوف بقى كده بقيه. احنا ندخل بقى على الايه؟ احنا قلنا ده متكون من ايه؟ طعم الصيني. قلنا ده 60 قطعة. ده 60 قطعة. اوكي. ده 60 قطعة. تمام. خدنا طعم من كده ايه؟ قطعه من نيش. احنا كده خدنا الطعم الاساسي الصيني وطعم الارض وغيره. ندخل بقى على المطبخ. تمام. نجيب بقى من اساسيات الايه؟ المطبخ. الجهاز. اساسيات الجهاز. تعالي استلس 18 على 10. طعم استلس 10 قطع. كام قطع؟ 10 قطع. توزيع حراري كامل. سميكة ليه؟ عشان توزيع الحرارة. ده نوعه ايه؟ تمام. ده 18 على 10. تمام. ماركة ايه؟ ده ماركة بونيرة. بونيرة. تمام. تمام. 10 قطع. ومعانا الحلة الكبيرة بسم الله ما شاء الله، انا شايفاها 32 دي تقريبا. 32 قطعة. 32. 10 قطع. تمام. وطالما قلنا في استلس معانا النهارده، يبقى لازم يكون معانا جرانيت في المطبخ. اكيد لازم يكون معانا جرانيت. يعني احنا كده جبنا لها الطقمين بتوعها الاساسيين معانا. ده اساسي في كل مطبخ. تمام. وعشان كده بقول لك انت لمت النهارده طقم كامل وجاهز. جهازك يا عروسه عندنا النهارده في مول القبطان. وطالما قلنا جرانيت، يبقى لازم يكون جرانيت تركي. لازم يكون جرانيت ايه؟ تركي. ميد ان تركيا. تمام. ميد ان تركيا. طعمنا النهارده 9 قطع. 9 قطع. 9 قطع. اربع حلل مقاسات مختلفة وجريل. وجريل. اربع حلل مقاسات مختلفة وجريل. طبعا في منه الوان ده برضو صح؟ في برضه متاح منه الوان. تمام. تمام. كل حاجة معانا بفضل الله متاح منها الوان. تمام. وطالما قلنا طقم جرانيت، يبقى لازم يكون معانا طقم توزيع. تجريح ال بيحافظ لك على الطقم. تمام. بيحافظ لك على الطقم ويفضل يديله ايه؟ فئة عمرية أكتر. أيوه. تمام. يبقى ايه؟ يبقى ده علشان نحافظ على ده السيليكون. لازم يكون طقم توزيع سيليكون معانا. تمام. تمام. وبرضه ما قلنا بقى بالنسبه الجرانيت بالحامل بتاعه، الحامل الستانلس بتاعه. بما ان قلنا جرانيت، جرانيت يبقى لازم يكون معانا طقم كنك جرانيت هدل. اكيد طبعا. طقم كنك ايه؟ تحفه. جرانيت تحفه. وبرضه في منه الوان. في منه الوان. تمام. منه كل حاجه بفضل الله عندنا. العروسه مش عاجباها اللون، نصور لها غيره ونبعت لها اللون اللي هي حابه. تمام. وطالما قلنا طقم كنك جرانيت، يبقى لازم يكون معانا طقم القهوه بتاعه. لا انت مش ناسي القهوه. بص بقى القهوه بتاعته، بص الشيك شياكه شياكه يعني. بصوا يا جماعه، لون بينك كده ولون وايت. والبتاع الخشب ده حلو قوي كمان. جميل. ما طبعا عشان ما يصديش. تمام. حلو قوي. حامل خشب. وشكله شيك قوي. وطالما قلنا بقى في طقم ايه؟ قهوه. قهوه. يبقى لازم يكون معانا شاي. شاي. تمام. ايوه كده كده انت معايا. تمام. لازم نعمل يبقى شاي. هنا كاتل استانلس. تمام. استانلس لتر ونص تقريبا. لتر ونص. لتر ونص. تمام. تمام. وطالما قلنا كاتل، يبقى لازم يكون معانا ترمس. ايوه عشان الرحلات بقى. عشان الرحلات بقى ونخرج الجنينه. امال ايه؟ ايوه امال ايه؟ داخل علينا الصيف. والصيف شادد علينا. المصايف. الله اكبر. تمام. يبقى لازم يكون معانا الايه؟ الترمس. الترمس. الهديه النهارده كمان. تمام. ان انت معاكي مكنه مفرمه. دي بقى مهمه قوي. عايزه اقول لكم يا جماعه، دي مهمه جدا. عندك حته لحمه عايزه تفرميها في السريع، عايزه تعملي مثلا طعميه، عايزه تعملي انت كده معانا. تمام. شكلك كده شاطره في البيت. عايزه تعملي ايوه دي بقى مهمه جدا. وانا عايزه اقول لك لها استخدام تاني بقى في العيد. كحك وبسكوت. انا استخدمتها مرتين. اكيد طبعا. طول السنه وفي الكحك والبسكويت. يعني حاجه مهمه في البيت. بس كده. وطالما قلنا المطبخ، يبقى لازم مش هيخلى من التوابل. اكيد عشان ما ننساش. وبرده الوان بينك تحفه. بس طبعا في الوان. في الوان. تمام. طقم توابل دوار. طقم توابل ايه؟ كام قطعه؟ دوار 12 قطعه. 12 قطعه. 12 قطعه. وما ننساش بقى الحلويات. ايوه. نخش على الحلو بقى. البسبوسه والبيتزا. البيتزا. الجلاش. الجلاش. الحاجات الحلوه دي. طقم صوان الدهان 3 قطع. الدهان ده الدهان. ايوه يا فندم. بص كده. اوكي ما شاء الله. تمام. تمام. 3 مقاسات صواني مختلفه. النهارده كده قدمنا لكم كام؟ 14 منتج. ما ننساش بقى طقم الشوربه 2022. تحفه. طقم الشوربه 2022 حامل استلس بالوانه واشكاله الجديده الجميله. تمام. معايا كده 2022 كده قدمنا لكم في العرض النهارده 14 منتج.
تمام. 14 ايه؟ 14 منتج. كل طبعا مستني. الناس كلها قاعده دلوقتي مستنيه السعر. لا مستنيه حاجه تانية. ايه طعم الملامين؟ طعم الملامين. طعم الملامين. صدق احنا النهارده طعم الملامين ده سيبك منه. ليه؟ طعم الملامين ده سيبك منه، احنا هنقول على عرضنا النهارده. طب ايه؟ النهارده 14 منتج. وانا عديت معاك، هات ورقه وقلم كده واحسب معايا، عديت معاك على ايه؟ 14 طعم. يعني مالكش دعوه بطعم الملامين. ليه ده هديه ولا ايه؟ انا بقول لك بس، انا قلت لك النهارده عروضنا النهارده مش عرض واحد، ده العرض النهارده شامل كمان جواه عروض كتير. طب ايه؟ عروض كتير. انت عارفه النهارده سعرنا كام في الطقم النهارده؟ كام؟ كام؟ تخيلي كده. انا لسه مفاجئه زيك. ما يعملوش في السوق النهارده مش اقل من 17 18000 جنيه. قسما بقى لو جبناها بالورقه والقلم. اقول لك 15000 جنيه ولا 12000 جنيه، تمام؟ 1 جنيه. تخيلي انا قسمت لك بالله كمان، مش هقول لك ان الطقم النهارده ده بقى 10000 جنيه. اقول لك المفاجاه الثالثه. المفاجاه الثالثه النهارده ان طقم الصين النهارده ده، طقم الصين النهارده ده، ده ملامين معايا كده. تعالوا بقى كده يا جماعه، تمام؟ نشوف كده جوله كده بس في المعرض، وبعد كده ندخل مع بعض على العرض بتاعنا بتاع النهارده. العرض حلو قوي، يخص كل عروسه، والسعر بتاعه النهارده هيكون مفاجاه. بس انا عايزه اوريكم كده لمحه في المكان عشان تعرفوا ان كل حاجه موجوده هنا وبسعر مناسب جدا كمان. اوكي، وكده كده هتلاقوا لو اصلا اي حد هيكون عايز اي حاجه هيقول بس تبع جيجي، وهيكون في خصم كمان حلو جدا لكل متابعين جيجي. اوكي، بصوا كده يا جماعه كل حاجه موجوده، المعرض موجود فيه كل حاجه من الابره للصاروخ زي ما انتم شايفين كده، وكل الانواع موجوده، والاسعار غير بره خالص. يعني انت لو روحتي اي مكان تاني بره هتلاقي اسعار مختلفه خالص، احنا بنتكلم هنا في اسعار حقيقيه. تعالي وانت هتسمعي سعر غير اي سعر. كمان ممكن تتواصلي عن طريق الواتس وتسالي على اي حاجه عجبتك دلوقتي، تاخديها سكرين، تمام، وتسالي على سعرها، وكمان تسالي على الخصم بتاع متابعين جيجي. اوكي، بصوا كارت اهو، ارقام التليفونات تاني اهي. تعالوا كده بقى بسرعه ناخد كده لمحه عن المكان. بصوا عايزه اوريكم كمان تشكيله حلوه قوي قوي للمعالق، رهيبه، بيتهيألي مش هتلاقيها في اي حته. بصي شكل المعلقه واللمعه بتاعتها، شايفين الشياكه، وطبعا اسعار مميزه جدا. بصي اطقم الشاي، عايزه اوريكم بجد المكان حلو قوي، تحفه. مش عايزه اطول بس عليكم الفيديو، بس هو مليان حاجات كتير. تعالوا اوريكم بقى شكل الكاسات، مختلف جدا عن اي مكان تاني بره. بصي شايفه، واطقم الشربات باشكال كتير جدا، تشكيله كبيره كبيره كبيره. بصوا بصوا الشياكه والجمال. عايزه اقول لكم اللمعه بتاعتها رهيبه، لو انت بقى عروسه، تمام. بصي الاطقم كلها بتاعت الاكروبال اهي، شايفين اطقم الشربات يا جماعه وجمالها، تحفه، حاجه روعه. شايفين تشكيله مش شفتهاش قبل كده، حلوه قوي. تعالوا ندخل بقى كمان، بصوا المعرض بسم الله ما شاء الله كبير جدا، في فعلا من الابره للصاروخ، شايفين. بصوا بصوا تشكيله الشيالات دي رهيبه رهيبه رهيبه، حلوه جدا. اطقم القهوه، اطقم كتير، الجيلي، بصوا اطقم التوابل، قسم خاص لاطقم التوابل، شايفين. واحلى حاجه هنا ان الاسعار مميزه جدا، يعني انتوا هتسمعوا فعلا الاسعار دي. بصوا اطقم الشرب، بصوا الشوربه اشكال والوان بتناسب كل الموديلات. المعرض كبير جدا 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 فوق ما تتخيلوا، حاجه كده بسم الله ما شاء الله تحفه. بصوا تشكيله كبيره جدا من الشيالات، طبعا بقى حتى كوبايات البيت والكلام ده كل ده موجود العادي، طبعا قسم خاص للحلل بقى اهو،
المكان فيه كل حاجه من الابره للصمقات. بصوا القطقم بتاعه البايركس كلها. بصوا يا تشكيله حلوه جدا. بصوا يا جماعه الصواني كمان تشكيله كبيره جدا جدا من الصواني. بصوا كلها باحدث تشكيله ليها بالشكل ده. بصوا اطقم الصيني تشكيله كبيره جدا برضو. لا المكان روعه، مفيش حاجه ناقصه، بتناسب كل الاذواق زي ما انتوا شايفين كده اهو. بصوا الشياكه والجمال. عايزه اوريكم بجد روعه، حلوه قوي. بصوا الشياكه. بجد يا جماعه رائع، انا بصور وانا مبهوره. شايفين؟ بصوا بجد المكان رائع. انا مش عارفه اصور ايه ولا اصور ايه ولا اصور ايه، بس انا شايفه ان الحاجات كلها حلوه قوي وجميله جدا. بسم الله ما شاء الله تحفه. بصوا انا مش صراحه مش عارفه يعني هقول ايه، حتى الملامين بصوا اهو تشكيله رهيبه اهي. ملامين بجنيه ونص، تدفعي جنيه ونص تاخدي طقم الملامين ده مع العرض، تمام؟ عرضنا النهارده بيعمل 9998 جنيه. يا خبر ابيض 9000، ده بقى 9000 مش ب 10000 جنيه، 9998 جنيه، تدفعي جنيه ونص وتعمل طقم الملامين، يبقى عرضنا النهارده عامل 9999 ونص عرضك النهارده، ويوصل لك شحن مجانا في اي مكان في مصر. الشحن مجانا يا جماعه، شحن مجانا النهارده في اي مكان في مصر، من اسوان لاسكندريه لمدن القناه للسلوم للمطروح للفيوم بحيره في اي حته. احنا هنلف المحافظات النهارده، احنا معاك، احنا هنلف المحافظات. مول القبطان، وبقول لك يا ابو العروسه ويا ام العروسه، تعالي في مول القبطان وما تشيليش هم تاني وما تخافيش، لان مول القبطان بيقول لك اللي يجي في الريش ده شيش، ده احنا اساسا اللي عملنا لك قيمه للنيش مع مول القبطان النهارده، باي سعر هتشتري وما تخافيش. كل سنه وانتم طيبين. انت طيب، انا مبسوطه طيب. جدا جدا للعرض بتاع حضرتك النهارده. ربنا يخليك يا رب، كلك ذوق يا رب يخليك. وفعلا فعلا انا منبهره. ربنا يخليك. والله مبسوطه جدا. بس. والله بجد بجد مبسوطه جدا. يعني بامانه بامانه من قلبي بقول لكل عملائنا في كل مكان في جمهوريه مصر العربيه، باي باي. ميرسي. شفتوا كده العرض النهارده كان دمار شامل، تمام، حلو جدا جدا، بتهيألي مش هتلاقوا السعر ده في اي حته. يا ريت بقى كده نحط لايك. اسعار الارقام التليفونات موجوده عندكم زي ما انتوا شفتوا، كمان اللينك، كل حاجه حقيقيه، كل حاجه هتلاقوها يا جماعه. بجد انا مبسوطه جدا جدا ان انا جيت المكان النهارده، واتمنى ان انتوا تزوروا المكان وتتصلوا بالتليفون وتبعتوا شحن كثقه من جيجي، وحطوا لايك كتير، حتى اللي مش هيشتري يحط لايك عشان الفيديو يوصل لاكبر عدد من الناس ويستفيدوا بالاسعار دي. بجد يا جماعه انا ما شفتش الاسعار دي في اي حته، الحاجه حلوه جدا على الطبيعه وكلها ماركات. واشوفكم بقى في فيديو جديد وابهار جديد من مطبخ جيجي على قد ايدي، ولسه الابهار مستمر، وهبهركم يعني هبهركم حبيب قلبي جيجي. مع السلامه.